الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يفاجئ الجميع بأول ردة فعل بتصريح مفاجئ بعد مباراة المنتخب المغربي أمام لوسوتو، ويفاجئ صديقه النجم المغربي الكبير أشرف حكيمي بهذه الرسالة التاريخية. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا فيما هو قادم. أكد اليوم أسطورة الكرة البرتغالية وأفضل لاعب العالم عبر التاريخ كريستيانو رونالدو أن المنتخب المغربي منتخب عملاق للغاية، وإذا جاء للعب في أوروبا سينافس وبقوة على بطولة الأمم الأوروبية. إنهم يمتلكون لاعبين من بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم. تابع كريستيانو رونالدو تصريحاته وقال: أوجه تهنئاتي إلى صديقي أشرف حكيمي بمناسبة فوز منتخب بلاده أمام منتخبي الجابون ولوسوتو، وأثق في قدرة صديقي أشرف حكيمي على مساعدة المنتخب المغربي نحو التتويج بلقب إفريقيا العام القادم.